بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 16 أيلول 2021 عقد اجتماع مجلس الوزراء، وفي ديباجته تحدث السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على الانتخابات. أولا، نحن على أبواب إجراء الانتخابات. الحكومة ومجلس النواب وفيا بالتزاماتهما دعما وتعزيزا. من قرارات مجلس الوزراء دعمت المفوضية العليا للانتخابات بالتمويل وبالعقود وبالكوادر، وحضر السيد رئيس المفوضية ما يقرب من 9 مرات إلى مجلس الوزراء لمناقشة متطلباته والتصويت عليها. كان هناك أيضا دعوة للمرجعية الرشيدة وللقوى السياسية جميعا ولقادة الفضاء العام في أن يعززوا مسار الانتخابات ويشجعوا الناس على الذهاب إلى صناديق الاقتراع. هذه فرصة تاريخية للعراقيين لكي يمارسوا دورهم في تجديد حياتهم وفي تعزيز نظامهم الديمقراطي. أيضا كانت هناك مداخلة للسيد وزير الداخلية في الإشارة إلى نجاح الإجراءات الأمنية في زيارة الأربعينية كمفتاح وكعلامة أيضا على إمكان نجاح الانتخابات أمنيا. استعدادات القوى الأمنية بدأت سلفا، وإن شاء الله تجرى انتخابات في بيئة آمنة تشترك فيها جميع القوى الأمنية وجميع المؤسسات الحكومية بتوفير البيئة الانتخابية المناسبة. أيضا كان هناك تنويه بمؤتمرين عقدتهما وزارتا العدل والثقافة يوم غد. السيد رئيس مجلس الوزراء نوه بهذين المؤتمرين اللذين حضرهما وألقى كلمتين فيهما. الأول عن الأموال العراقية المنهوبة، حضره وزراء العدل العرب، وهذا المؤتمر مهم جدا، يعطي رسالة أنه ما ضاع حق وراءه مطالب، والعراق جاد في استعادة أمواله المنهوبة. المؤتمر الثاني عقدته وزارة الثقافة، وهو مؤتمر العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهذا هو المؤتمر الأول في نسخته بعنوان الراحل عالم الاجتماع العراقي علي الوردي. هذا المؤتمر أسس لأول مرة وسيكون مؤتمرا سنويا. هدفه هو إرسال رسالة أن وزارة الثقافة شأنها شأن الوزارات الأخرى تسهم في بناء الدولة العراقية الجديدة، وأن عليها بوصفها جهازا حكوميا أن تمارس دورها عبر الثقافة وعبر العلوم الاجتماعية تحديدا. هناك أيضا كان اجتماع يوم أمس في مكتب السيد رئيس الجمهورية الأستاذ برهم صالح عن وثيقة السلوك الانتخابي. جرى التوقيع على هذه الوثيقة المهمة التي تأتي في وقتها حقيقة من وقعتها أغلب القوى السياسية، وبذلك هي تعزز أيضا عدالة ونزاهة العملية الانتخابية. وزارة الثقافة أيضا حظيت بتسهيلات في اجتماع هذا اليوم في مشاركتها كضيف شرف في معرض الرياض للكتاب. السيد رئيس مجلس الوزراء سهل إجراءات مشاركة وزارة الثقافة والمثقفين العراقيين والفنانين في سفرهم إلى المملكة العربية السعودية وفي مشاركتهم هناك بتخصيص الطائرة الرئاسية لهم، وأيضا بمنح صلاحيات لإهداء كتبنا إلى المثقفين والمؤسسات الثقافية السعودية. أخيرا كانت هناك تهنئة من لدن السيد رئيس مجلس الوزراء ومن الوزراء للسيد وزير الرياضة والشباب الكابتن عدنان درجال لفوزه برئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم. من القرارات التي صوت عليها مجلس الوزراء اليوم هو التصويت على مشروع نظام كلية القيادة في
في وزارة الدفاع. هذا المشروع مهم وقد بقي فترة في التدقيق من لدن مجلس الدولة، واليوم صوت عليه مجلس الوزراء، وكان هناك أيضا موافقة من مجلس الوزراء على مشروع تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون الناجيات اليزيديات. أيضا هذا أنجز هذا اليوم، وهو قانون بات معروفا وصدر منذ مدة. وأيضا هناك إجراءات اتخذت في هيئة الاستثمار تتقدم خطوة في استثمار مدينة الرفيل في بغداد في منطقة المطار، إذ أعلنت الاستثمارات وقدمت بعض الشركات وحظيت بالقبول أيضا. هذه خطوة متقدمة أنجزتها لجنة كبيرة من مؤسسات الدولة تحاول أن تدفع هذا المشروع خطوة سريعة إلى الأمام لتوفير مساكن للعراقيين ومناطق للترفيه وما هو معروف عن هذه المدينة الآن. وأخيرا قرار يخص وزارة التربية، كان هناك تصويت من مجلس الوزراء يتعلق بتنفيذ وزارة التربية إعادة العمل بنظام الفرع العلمي والأدبي بدلا من الفرع الإحيائي والتطبيقي، ولسنة يعني تطبيق هذا القانون يكون لسنة 2022-2023 بدلا من سنة 2021-2022. وشكرا جزيلا.